بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طريقة تحسين جودة الفيديو الذي يحتوي على بعض الضباب أو تم تصويره في باستعمال الويب كام وغيرها عن طريق هذا البرنامج. أولا، لم تشترك في القناة، يمكنك الاشتراك من هنا وتفعيل الجرس، يصلك كل جديد في القناة من شروحات الفيديو. نمر إلى الشرح. سنجرب على هذا الفيديو الذي قمت بتصويره سنة 2007 ومصور عن طريق ويب كام، فجودته سيئة. سنحاول أن نقوم بتحسين جودته. لهذا الغرض نستعمل هذا البرنامج، تجدون رابط تحميله تحت الفيديو. هذه واجهة البرنامج، بسيطة وسهلة. ثم نقوم كيف يعمل. نقوم بوضع أو سحب الملف الفيديو من هنا، أوكي. ثم الضغط دون العبث في هذا الخصائص، ما عليك إلا الضغط على كلير فيديو، تنظيف الفيديو، نسميه مثلا واحد، وننتظر النتيجة. إذن بعد الانتهاء، هذه النتيجة الأولى لعملية التحسين. نشاهد الفيديو الأول كيف كان، هذه الحالة، و الفيديو الثاني. تحسين بسيط، فيمكنني الاستمرار في تحسينه مرة أخرى، وهذه المرة أحسن الفيديو المحسن، هذا هو رقم واحد، كذلك أسميه رقم اثنان. إذن هذا هو الفيديو الثاني المحسن. سنقارن، نشاهد المقارنة بين الفيديو الأول والثاني. كما تشاهدون هناك اختلاف بسيط، فيمكنك الاستمرار في التحسين حتى تصل الى جودة المطلوبة والجودة التي ربما تجدها افضل. اذا هذا هو درس اليوم. يمكنك تحميل البرنامج من الموقع الاصلي، تجد رابط تحت الفيديو. الى الدرس القادم باذن الله، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.